لا شك في أن تسريبات البنتاغون ما زالت من أبرز المواضيع المتداولة عبر السوشيال ميديا عالميا، فهذه القصة لا لها أبعاد لا ولن تنتهي. ولكن من دون شك أيضا أهم ما فيها هو تأثيرها على الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما بعدما كشفته آخر هذه التسريبات بشأن سيطرة روسيا على السماء الأوكرانية. فوفقا للوثائق المسربة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لروسيا خلال شهر من اليوم تحقيق هدف طال انتظارها يتمثل في السيطرة على السماء الأوكرانية بسبب نفاد ذخيرة دفاعاتها الجوية، وهو ما تؤكده تصريحات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، والذي قال سابقا بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تواجه تحديا بالفعل في تأمين الذخيرة. يذكر بأن التقارير الغربية تفيد بأن أوكرانيا نجحت في حرمان روسيا من استخدام طائراتها في العمق بسبب أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى السوفيتية القديمة، وعلى رأسها S-300 والتي تصل إلى ارتفاعات فوق 20,000 قدم، وهو ما صعب على الروس ضرب العمق الأوكراني واستهداف القوافل العسكرية. وإن صحت معلومات التسريبات، ستفقد أوكرانيا سيطرتها على السماء، وهو من شأنه أن تكون له عواقب خطيرة. فبلا دفاع جوي ستفقد أوكرانيا القدرة على حشد القوات البرية أيضا. هذا كان رأي حسن في هذه التغريدة الذي قال: فعلا كان في كلام قبل التسريب ده أنه منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية محتاجة دعم لأنها استنزفت بشكل كبير، وأن احتياطي الدول الغربية هيكون على المحك في شهر مايو. كل أملهم في هجوم الربيع المضاد، لو فشل تبقى خلصت. فهد أيضا كتب في هذه التغريدة: قد يكون تحدي صعب على روسيا، لأنه على حسب علمي أوكرانيا حاليا تمتلك أكثر نظام دفاع جوي معقد بحكم دعم الغرب لها. هذا يشكل صعوبة في فهم نقاط ضعف وقوة سلاح العدو، ولكن لو سيطرت روسيا على الجو فعلا ستحسم المعركة. سعيد أيضا كان له رأي مختلف: لو روسيا تقدر على شيء كان فعلته من زمان. تسريبات أما من روسيا لتخويف وتحطيم الأوكران نفسيا، أو من الأوكران أنفسهم للضغط على الناتو ودول الغرب بإنهاء الحرب. فادي توقع بدوره وقال في تغريدته: الحلفاء ما رح يتركون أوكرانيا لحالها، بيعززوا ذخيرتها من جديد ورح يصعد الغرب ويزداد حدة ضد روسيا. ولكن الله يستر ما تكون تغريدة ترامب عن الحرب العالمية الثالثة لها علاقة بالموضوع. دعونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع من ضيفنا من القاهرة، رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد عليبة. مرحبا بك معنا. معلومات كثيرة كشفتها الوثائق المسربة من البنتاغون، وغياب التعليق الرسمي يعني يزيد من حدة التحليلات حولها، خاصة في الشأن العسكري بين روسيا وأوكرانيا. بداية، هل ما ورد في هذه التسريبات عن سيطرة روسيا على السماء الأوكرانية يمكن أن يكون صحيحا؟ بالتأكيد على الأقل حتى الآن نستطيع أن نتعامل معه على أنه أمر واقع. وزارة الدفاع الأمريكية أيضا أشارت بشكل واضح إلى أنه هذه الوثائق يعني تندرج تحت تصنيف أمن القومي، بعضها ممهور بشعار سر للغاية. صحيح أنه البعض من هذه الوثائق تم تزييفه، لكن التزييف حدث بعد عملية التسريب. وبما أنه هناك تحقيقات تجريها وزارة العدل والسي اي اي وأيضا البنتاغون، فأنا أعتقد أنه علينا أن نتعامل معها على أنها وثائق حقيقية حتى يثبت العكس. لكن من ناحية الفنية أنا أعتقد أنه هي يجب أن ننظر إلى منظورين مهمين. المنظور الأول هي فكرة عمليات التشغيل والتقدير الخاصة بهذا الحرب المستمرة يوم بيوم، ودي بيرصدها مع دراسات الحرب الأمريكي، وما تختلفش كتير عن اللي وردت في هذه الوثائق. لكن النقطة الأخرى أنه هذه الوثائق ورد بها جداول خاصة بنوعيات التسليح، السقف الزمني للتسليح، نوعية الذخيرة وما إلى ذلك. وأنا بعتقد أنه هذا الأمر مهم، بيؤكد أهمية هذه الوثائق. المهمة أيضا هي مسألة أنه السقف الزمني وتسريب هذه الوثائق. أنا أعتقد أنه هذا الأمر كان ممكن لغاية حتى منتصف مارس التعامل معها كتقدير موقف ميداني على الأرض، وبالتالي
هناك حاجة إلى الضغط من جانب هيئة الأركان الأمريكية على لجنة المخصصات في البنتاجون، وصدر بعدها في هيئة الأمر المخصصات تجاوزت 2 مليار فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الأمريكية على سبيل التحديد. طيب. هناك أيضا نوع من الضغط شهدناه في اجتماع ألمانيا، شهدناه أيضا في الحديث مع كوريا الجنوبية وما إلى ذلك، كل هذا تناولته الوثائق بشكل واضح. لكن هل هناك حالة انكشاف دفاعي في أوكرانيا مع الربيع؟ أنا أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة تقدير موقف، لأنه في هذا أنا في تقدير أنه سيد هناك أحمد يعني بعض التغريدات التي قرأناها قبل قليل أشارت بأنه نفاد ذخيرة الدفاعات الجوية لدى أوكرانيا هو أمر معروف من قبل هذه التسريبات أن تنشر، وأن الأمر هو مسألة وقت. صحيح. ليس إلا صحيح. هل هذا الأمر صحيح؟ يعني وإن كان صحيح فهو أين الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا؟ مهم ان احنا نشوف ايه المنظومات اللي اتكلمت عنها، الوثائق اللي بتقول ان ذخائرها نفدت، هي البوك والاس 300. الاس 300 ده طبيعي لانه مش هتقدر توفر لها ذخائر اكتر من كده، خاصه ان روسيا كمان كانت بتعرف مخازن هذه الذخائر وكان من السهل جدا ان هي تقصفها، لكن هي كانت بتقدر تتعامل بشكل جيد. الاوكران عندهم خبرات في التعامل مع هذا المنظومه. البوك كمان، واحنا هنا بنتكلم عن منظومه متوسطه، لكن لما تدخل منظومه زي البات أو لما دخلت المنظومات الأمريكية زي النسمز والهايمرز، أو هتدخل أو دخلت واحدة زي الأيروس تي، أو حتى البطارية بتاعت الباتريوت حاليا من أمريكا، واحدة تانية من ألمانيا، أنا أعتقد أن ده هيغير الموقف إلى حد كبير. البطارية المنظومات دي هتيجي بالذخائر الخاصة بها من جانب الموردين، يعني ألمانيا مش هتورد أيروس تي بدون ذخيرة، الذخيرة هنا مش هتعتمد على اللي موجود في المخازن. نعم. الأوكرانية. نعم. المهم في العملية دي هي القدرة على التشغيل، التشبيك مع المنظومات التانية، ولكن هتقدر الأطراف اللي هتورد ده ان هي يكون عندها ذخائر نوعية، وانا اعتقد ان هي مسألة انه روسيا تسيطر على السماء الدفاع، السماء الجوية في او سماء أوكرانيا، يعني مسألة بحاجة ايضا الى إعادة تقييم. لكن روسيا ايضا بقى عندها خبره، اين توجد الثغرات، اين يمكن التحرك، مش بتغامر حتى وفقا للتسريبات بان هي تستخدم طيارات عاليه من وقت لاخر، لكن ايضا ده بيلفتنا لجزئيه مهمه. نعم. هي انه القياده الروسيه عندها قدره على التكتيك، لكن عمليه التشغيل نفسها فيها يعني حاله من الضعف، ربما اقل في الاداء او الكفاءه اللي كانت متوقعه من الجانب الروسي، لكن واضح انه القياده اللي موجوده في غرف العمليات عندها قدره على الرؤيه، لكن التنفيذ هو اللي فيه بعض المشكلات. ايضا هي عندها قدره، الجانب الروسي ميل الميزان فيما يتعلق بالدفاعات الجوية على سبيل المثال واضح بالنسبه لمقابل اوكرانيا، لكن في معركه الربيع المطلوب علشان روسيا ما تقدرش تغير المعادله ان الغرب ايضا هو اللي يغير المعادله، وبالتالي هندخل على مرحله جديده. انا اعتقد ان هي في غضون الأسابيع المقبلة ستحتاج منا إلى إعادة تقييم إلى جانب ما رأيناه في هذه الوثائق. شكرا جزيلا لك من القاهرة رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد عليبة.